هذه الورشة المتواضعة تقوم السيدة الهدوية في تحويل الجلود إلى تحف تقليدية ذات الطابع الصحراوي، معتمدة على خيالها في التصميم وعلى يديها في التنفيذ، متمسكة بحرفة الأجداد منذ نشأتها. أول شيء هي الخيمة، الخيمة اللي قلنا هي أساس دار المرأة الترقية، ومن بعد يسبر قيمة راهي تخدم فيه المرأة هذه اللي قاعدة، هو الديكور هذا هو الفوق هذا هو اللي واقفة هنا، خواج هدوكا والاكسسوارات نتاع الدار وخواج حتى فراشنا بالجلد. عشان نخطبوا والله ندوا العروسة والله عندي طفلة بغي تعرس لازم تخرج بخواج اللي فيهم الجلد، خاطر هذه صنعتها جدودها ماتها. هذه الخدمة لازم تكون كاينة على خاطر انت جدودنا، لازم نشدوها نديروا فيها التفكير للصغار. أعمال إبداعية مختلفة تروي سيرة السلف، جالت الأسواق الوطنية والأجنبية، ما جعل الحرفية تنال تكريم رئيس الجمهورية. أزين لي أنهار في أياماتي، الشرف الشرف لي نكون قدام الرئيس وإطارات الدولة قدامهم هكا يكرمني الرئيس، الشرف لي كبير والشرف لأمرأة صحراوية.